ليونيل ميسي. كرة في المساحة الخالية مع سواريز. يعيدها إلى الحارس. كرة طولية من الحارس. كيميتش. الآن فرصتهم للمرتدة. صافرة الحكم تنطلق وتعلن نهاية الشوط الأول. ستنطلق صافرة بداية الشوط الثاني. 45 دقيقة أخرى لفك الارتباط بين الفريقين بعد شوط أول كانت الكلمة فيه للدفاع. وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. يعدي إلى مط كريم بنزيما. فعلوها، سجلوها في الشباك. شوفوا الثقة التي يمتلكها، المهارة العالية اللي يمتلكها أمام المدافعين. تعامل مع الكرة بشكل رائع داخل منطقة الجزاء. مدريد سجل الهدف الافتتاحي المهم جدا في المباراة. لويس سواريز يلعب كرة جول. هذه هي النتيجة لمثل هذه الكرات. بهذا الهدف، بهذا التعادل، تعود المباراة إلى نقطة البداية. عودة سريعة، تمكنوا من إدراك هدف التعادل قبل أن تخرج المباراة من بين أيديهم. يتوقف اللاعب في هذه الأثناء مع أيضا مع إجراء تغيير. يمر يلعب كرة بينية. يحاول تمريرها من بين المدافع. هازارد. تصدي غير عادي من حارس غير عادي في يوم كبير. هازارد قام بما هو عليه مطلوب منه بالضبط، ولكن حارس المرمى يتمكن من ابعاد الخطر. يلعبون ركنيه قصيره. يبعد الكرة عن المرمى. ميسي. احتكاك بدني كبير، التحام قوي بين اللاعبين هنا. إمكانية مرتدة الآن. ميسي يحاول أن يلعب كرة. ساديو ماني. هدف لبرشلونة. وهكذا تنجح عودتهم الكبيرة في المباراة. لم يكن عندها الفرصة ليفوت مثل هذه الكرات. ينجحون في التقدم بالنتيجة بفارق هدف وحيد. تغيير جميل للعب. يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. مودريتش. هازارد. الحكم يشير إلى وجود خطأ ضربة حرة. هازارد يستعيدها. هازارد وصلت إليه. عرضي كريم بنزيما. الكرة إلى خارج المرمى.
برشلونة يبحث عن حل من دكة البدلاء. أفقد الخصم التركيز التوازن، يمر ويلعب كرة بينية. إيقاف الهجمة في الوقت المناسب قبل أن تكون الأمور أكثر صعوبة. هازارد، عدت الكرة بضغط قوي، تمكن من افتكاك الكرة. يلعب كرة على اليسار، كرة ملعوبة إلى أنتوني غريزمان. تدخل قوي، أعتقد أنها بالفعل مخالفة، يتفق معي ربما حكم المباراة يطلق صافرته. نعم، لا، على ما يبدو أن المخالفة وقعت خارج المنطقة. تسديدة قوية كانت قريبة جدا من المرمى لكنها في الأخير ضاعت. مدريد يدفع بأوراق جديدة، يتم تغيير في هذه الأثناء. ويلعبها للجانب الآخر من الملعب. تحرك جميل، كرة مع الآن، ماذا سيفعل مع هذه الكرة الخطيرة؟ رافائيل فاران، كروس، يلعب كرة بينية. ها هي التسديدة، الكرة الخطيرة، ينجح في أن يلعب كرة في صنع فرصة رائعة جدا. يجري تبديل آخر. مارسيلو يعود بالكرة إلى الوراء لبناء اللعب من جديد. هازارد، دفاع كبير، رافائيل فاران، يفقد توازنه. كيميتش، كازيميرو، سواريز يتسبب في احتساب المخالفة، يحتسب الحكم ركلة حرة. توني كروس يمد قدمه ويقطع الكرة، الحكم يشير إلى وجود خطأ ضربة حرة. حكم يكتفي ببعض الكلمات موجهة للاعب لكن عليه أن يحذر أي تدخل آخر، ستكون بطاقة ربما حاضرة. لويس سواريز، ساديو ماني، الكرة في المرمى، جول. الكرة توضع في أفضل مكان. عندما نقول لاعب يولد داخل منطقة الجزاء، هذا هو الهداف، وهذه الطريقة الاستثنائية في استغلال الفرص. كرة في منتهى الروعة.
نتيجة المباراة أصبحت محسومة الآن بكل تأكيد. كروس، كروس لمسة على اليسار، رمية جانبية، مارسيلو يحاول تمرير كرة، خسر المواجهة أمام خصمه، وتنطلق صافرة الحكم لإنهاء اللقاء. أظهروا براعة كبيرة جدا في التعامل مع الموقف، مع موقف المباراة، في الحلول الفردية، في العمل الجماعي، في ضبط أعصابهم، في إخراج أفضل ما لديهم، وبعد ذلك الحصول على النتيجة. يا لها من عودة، عودة من بعيد، قلبوا الطاولة هنا في هذه المباراة. هذه ريمونتادا جديدة. في مثل هذه الحالات تكون الروح والإرادة هي العلامة الفارقة. حانت لحظة الوداع اليوم. شكرا لكم على حسن المتابعة. هذه تحيات فادي العتيبي. إلى اللقاء.